الحب صادق وناضج وواعي. ان ياسمين هي الحب الحقيقي في حياتي، هي الحب الحقيقي والوحيد في حياتي. اللي انا اقدر اقول لك دلوقتي لو انا حبيت مثلا كذا مره فده هي دي الحب الحقيقي، لان انا عشت معاها ايام بفترات بمواقف بمراحل. فلا طبعا كان حبكم باين وصوته عالي كده مسموع، وكان الانفصال راقي، كان محترم هادئ ما كانش ليه صوت. زي ما بقولك يعني هي النهارده بقولك هي الحب الحقيقي في حياتي، وافضل اقول كده على طول. خلي بالك مش دلوقتي بس، لان مش عايش اللي انا عايشته مع ياسمين. مش بصي انا واصل لمرحله ان انا ممكن اقول الكلام تاخد عليها بعد كده، بس انا اقول لك الحقيقه، انا عشت معاها احلام حياتي. ممكن نقول عمرنا ما نحب كده تاني، عمرنا ما هنعيش اللي عشناه ده مره تانية، بنحب تاني وبنعيش تاني. ليه قافلها كده؟ مش قافلها ومش بظلم نفسي، انا بقول لك الحقيقه. ده قصدي. لا مش بظلم نفسي، انا بقول لك الحقيقه، فلان مش عايش ال 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 انا عشت معاها ايام فيها 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 حب وفيها نجاح وفيها ازمات وفيها حروب وفيها 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 فيها مرض فيها مرض وتعب وكنت جنبها وكنت ظهر وسند، وهي كانت جنبي مش انا بس اللي كنت جنبها. انا لما تعبت بعد ما طلقناها هي اللي جت وقفت معايا. في حد بيعمل كده؟ فهي بغض النظر ان هي النجمة الاهم في الوطن العربي، وانا بقول اهم مش من اهم، ها بس هي الست دي عندي في حياتي حاجة كبيرة جدا جدا.